كاين معلومات شويه، ولكن في انتقادات، في ايجابيات، في سلبيات بالنسبه للمدونه القديمه، وبالنسبه لهذه المدونه الجديده كنظن فيها تغييرات كثيره، غير يكونوا تغييرات، ولكن بالنسبه للمدونه القديمه الحاليه المستعمله في سلبيات كثيره بالنسبه للرجل اللي عنده الاطفال. انا مطلق، عندي ثلاثه الاطفال، يعني المرأة ولات متحكمة في الأبناء كما شاءت، حتى الزيارة مثلا يوم الأحد بتربطها مع الأشياء مادية، ولكن في الوقت اللي كتحصل كتنادي على الأب، يعني الأب كيبقى هو الكل في الكل كما يقولون. ولكن باش ما تشوفش وليداتك الأسبوع كامل وحتى الأحد اللي أعطيه لك القانون ما كتشوفهمش، يعني في ضغط من طرف الأم مش من طرف المدونة. المدونة عطاتك زيارة الأحد، ولكن الضغط ديال الأم ما كيساعدش. بالأحد أنا ساكن حداهم، بيني وبينهم تقريبا غير واحد جوج زناقي، ولكن ما في زيارات. حتى بنت عندي مشات لدولة أجنبية دون استشارتي، يعني لو ذهبت للقضاء ما ناخذ حقي. مغربي؟ مغربي، ولكن بشتغل في السفارة أجنبية. لازم الأخذ بالاعتبار المعاملات الإيجابية بين في العائلة الأول. القضاء ما كياخذش مثلا ابنك أو بنتك خسرت عليه طرف الفلوس وتجي المدونة تاخذ لك الفلوس ديالك كاملين، وهز مثلا عندك ديون بنكية على سبب أولادك، وتجي المدونة تاخذ لك جميع الأجرة ديالك وأكثر من نصف، ماشي في صالح الرجل، وأكثر من نصف، أكثر من 50%. بالفعل تقلبت لأولادك، ما بالنسبة للأولاد راهم كل شيء بالنسبة للأب. الأب علاش كيشتغل؟ كيشتغل الأبناء. كيشتغل على قبل الأبناء، ماشي على قبل الزوجة ولا على قبل، على قبل الأبناء. وكيضحي من أجل الأبناء. انا غير اليوم ما كنشوفش بنتي، وحتى العيد مثلا ذكرى المولد النبوي ما كانت حتى زياره، ولكن اليوم اتصلت بيا ما ورحت مشيت حتى للمدرسه باش ناخذ لها تغيير المدرسه، يعني المدير المدرسه طلب منا الولي الامر، يعني لازم اكون حاضر، ولكن لازم نكون حاضر معهم في كل شيء، في الايجابيات في السلبيات في الضحك. ما قلت لك بنتي مشات بدون استشارتي، ما اللي عطاتها الموافقة؟ عاد من اتجه؟ تمشي القضاء يقول لك من حق الأم حيت هي اللي عندهم. وهذه من السلبية ديال المدونة. لازم تفرض واحد القوانين تكون مضبوطة. البنت بغات تخرج عندها 20 عام واخا من حقها تخرج، ولكن لازم استشارة الأب. وبالنسبة للماديات في ضغوطات كثيرة على الرجل. ضغوطات كثيرة على الرجل. مثلا بنتي ولدي عامل لهم عمليات، هز عليهم كريدي. أنا باقي كنضحي دابا كندي فيه. الحمد لله. كون طيب تلقى الطيبين. كون طيب تلقى الطيبين. ما أنا السالير ديالي كيمشي لي أكثر منه، زيد على ذلك 2000 درهم ديال الاقتطاعات الشهرية. اقتطاعات شهريه فين مشات؟ مشات على الاولاد. الدريه عمليه ب 30,000 درهم. النهار اللي مشات داتها مال السويسي، سيري تات جات التقيه وجات السخانه، هذا جيبيها. الغد اللي ديتها للكلينيك هذاك الطبيب اللي قال لها غدا هو اللي فتح ليها. في سلبيات اخرين، حط لي تحت الطابله زيد هذه وزيد هذه. يعني 30,000 درهم على النصران مزيده. واللي قلتها لي كيضحك عليك. وسالي بغات تسافر ما خداتش حتى الاستشاره ديالي، بابا راه غادي نسافر. ما جات عندي حتى الغد، غدا الغد اللي عند الطياره مع الوحده، عاد جات عندي قالت لي بسلامه راني غدا غادا، ما عنديش الحق نحبسها. اما المدونه خصها تاخذ الظروف ديال الرجل هو الاول. الرجل يعني الرجل اللي عنده الماده راه يتهلا في ولاده. لما عندوش المدارات هذيك المحكمة تحكم باش ما بغاتش راه ما يعطيش، حيت ما عندوش.
اذا كيفضل السجن على يعطي حوايج اخرين. وهنا كنشوفوا عاوتاني سلبيه، كنخرجوا على رجل ونخرجوا على ديك الاسره كامله، والرجل يمشي للحبس على قبل هذاك، والمراه خدامه، المراه خدامه راه كتقبض اكثر من الرجل، ونزيد هذاك الشيء اكثر، ماشي معقول. يعني الا كانت المساواه كما كيقولوا تكون مساواه في كل شيء، مساواه بين الرجل والمراه، ماشي نتكاو على الرجل ونخليو المراه. خذي كل شيء وخلي الرجل يمشي للحبس، ولا يمشي كريسي، ولا يمشي طات شوز افير. وهذا كنظن هذه المعلومات اللي كاينه، وكنتمناو هذه المدونه اللي جايه جديده ياخذوا الناس حكامه، الناس اللي مجربين ياخذوا استشارات من كاد الحوار هذا، ياخذوا استشاره كهكا ويسجلوها عندهم في المحاضر ديالهم، باش تحط الاقتراحات تكون اقتراحات ايجابيه للجميع، ماشي ايجابيه للمراه وسلبيه للرجل.